يا صباح الفل والورد والياسمين، وقت الشروق، وقت الراحة النفسية والاسترخاء وراحة البال. أنا بحب قوي أسجل في الوقت ده، بس بقولكوا عشان تعيشوا الحالة الجميلة اللي أنا عايشاها. وكمان لما تيجوا تقرأوا في الحكم العطائية اللي أنا بقرأ فيها الأيام دي بقى ومنغمسة فيها، هتحسوا براحة وهدوء وجمال وسعادة والله لا حصر لها. وكمان ببقى عايزة أطلع أقولها لعلي أفيد غيري بيها. الحكمة النهاردة بتقول لنا إيه بقى؟ لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فإنه ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يختاره لك لا في الوقت الذي تختاره لنفسك. يعني إيه؟ برضو بالدور، حول لا حول ولا قوة إلا بالله. طب تعالوا كده نفسرها عشان نفهمها. كل الناس بتدعي ربنا، كلنا بنروح ندعي ربنا ونبقى نفسنا في أشياء ونتمنى أشياء، ندعي ربنا. ربنا بيعلمنا الأدب، بيؤدبنا. ليه؟ ليرقينا. هو عاوز يرقينا، عاوز يخلينا نزهد الأشياء، ما يخليش قلبنا ده متعلق بيه. طب انت بتدعوه تزعل قوي بقى، يعني لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء، عمال تلح 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 وربنا ما بيستجبش، ربنا ما بيلبيش، ربنا مش بيجيب لك الحاجة اللي انت بتدعو بيها. فإيه بقى؟ تقوم انت تيأس. هو ربنا ليه مش بيجيب لك الشيء أصلا؟ فكرت ليه؟ حاجة من الاتنين. حاجة يعني أول حاجة ان هو سبحانه وتعالى بيعلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فربنا عالم بدعائك ده، انت بتدعوه بالخير، تدعوه بالخير اللي انت تشك او تظن انه خير، وربنا عالم انه شر ليك. وكمان سبحانه وتعالى عالم الميعاد، حكمته في الميعاد والوقت المناسب للدعاء ده. جايز مش دلوقتي، جايز بعدين، بس انت مش فاهم حاجة وعملت لح بقى، ولو ما يجيبلكش الحاجة دي دلوقتي وربنا مش هيلبي. احنا اللي بنلبي، بنقوله لبيك اللهم لبيك، ربنا يأمرنا واحنا نلبي. ده المسلم اللي على حق يلبي، بس يعبد الله، لان ربنا احق بالعبادة. نصوم ونصلي ونزكي ونعمل كل المناسك ونقوم بكل الاحكام اللي ربنا امرنا بيها من اجل العبودية فقط، مش عشان حاجة هتجنها من ربنا. لا، ده التسليم الصح والمؤمن الصح، لان ربنا احق بالعباده، بنعبده وبننفذ احكامه. ربنا ما تيجي تدعي ربنا ما تقولهوش والنبي وكده. إيه اكتر حاجه ممكن تحلف ربنا بيها؟ هو ربنا برضو، استحلفك بك اليك يا الله. تخيلوا بقى ان احنا لما نيجي ندعي ربنا لازم نقول كده، استحلفك بك اليك يا الله. مفيش حاجه اغلى منك احلفك بيها، عشان كده بنقول بالله عليك، بالله عليك، بالله عليك يا اخي انت. فلما هنيجي نقول لربنا هنقول له ايه؟ استحلفك بك اليك، ونقول كل حاجه. طيب ربنا بيأخر الدعاء ليه؟ بيأخر الاستجابه ليه؟ بيأخر استجابته ليه؟ ربنا مش بيلبي خلاص، قلنا ربنا بيستجيب، بيعلم خير الدعاء من شره، فبيبعد شره عنك وبيأتيك بخيره، او بيأدبك عشان يخرج التعلق بالشيء ده من قلبك فيخليك تزهده، وممكن بعد كده يجيبه لك، بس بيأدبك. الأدب مع الله. طيب في ناس بقى بتدعي بالدنيا، شهوات الدنيا وملذاتها واخدها، وفي ناس بتدعي خير الآخرة، وناس بتدعي دنيا وآخرة. الناس اللي بتدعي في الدنيا دي لما تقول يا رب نجحني، يا رب وفقني في حياتي، أعمل مشروع الفلاني، أخد نفسي في فيلا، نفسي في عربية، نفسي أسافر، نفسي أحقق أحلامي، نفسي في فلوس كتير، نفسي شهوات وملذات، إحنا عاوزين واخدانا. لكن في ناس تانية بتنظر للاخره فقط، ربنا منور لها كده البصيره، وعايزه اللهم ارضى عنا، اللهم قربنا اليك، اللهم ارزقنا الجنه، جنات عرضها السماوات والارض يا رب، اللهم اجعل صحبتنا في الجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارزقنا صحبته، ارزقنا بان نرتوي من يده الكريمه شربه هنيئه لا نظمأ من بعدها ابدا، اللهم ارزقنا واكرمنا برؤيه وجهك، بالنظر الى وجهك الكريم. كل دي ادعيه للاخره، وهو ده حاجة جميلة أصلا، إحنا اللي واخدانا شهوات الدنيا. وفي ناس بتدعو بالدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة، اللي هو إيه؟
اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قالوا فسروها ان اللي اتنا في الدنيا حسنه دي الزوج الصالح والزوجه الصالحه، وفي الاخره حسنه اللي هي الجنه، وقنا عذاب النار. انما الشهوات بتاعت الدنيا وملذاتها لما تاخدك، ما تاخدك قوي وتبقى حاططها نصب اعينك ان هي دي الهدف وبس، انت كده ربنا لازم يأدبك، انت مش حاسس بالنعم الكتيره اللي انت فيها. في حاجة اسمها النعم المنسية، الأرزاق المنسية. احنا مفكرين الأرزاق كلها أموال، شوية فلوس ملونة، شوية ورق ملون. لا، الأرزاق المنسية زي سكينة الروح، راحة البال، الصحة والعافية، لسان ينطق وعين ترى وأذن تسمع، حاجات كتيرة قوي، دعوة الوالدين، حنان أم بقى هي عندك بالدنيا وأمانك كده عن بعد ربنا، أخ كريم، أصدقاء صالحين، نعم كتيرة، نعم كتيرة عند ربنا، أولاد معافين، كل دي أرزاق منسية وانت مفكرها هي ماله بس. لا، مش ماله بس، حاجات كتيرة جدا. نسأل، نحمد ربنا، نحمد ربنا على كل نعمه، موهبة معينة، ذكاء معين، أخلاقك، تدينك، قربك من ربنا، كل دي أرزاق، أرزاق من عند ربنا، نحمد ربنا عليه. ربنا بيربينا، ربنا بيربينا ليرقينا، وبيحرمنا كرما ليس بخلا، بيحاول يوصلنا في حتة ان احنا نزهد، لان الزهد ده وعدم تعلقك بشهوات الدنيا ولذاتها وامورها والدنيا دي واخدك كده في حتة تعب قلبك، ما انت طول ما انت متعلق بيها تعبان. اما لما بص، الناس اللي بتعوز شيء قوي، بتبقى عاوز حاجة قوي، ازهدها، هتجيلك رغم عنها. كل ما هتزهد الشيء اللي انت نفسك فيه، اللي متعلق بيه قوي ده، هيجيلك لما تزهده، وهيبقى انت مبسوط لكن مش متعلق بيه. كل حاجة ربنا هيديها لك في الوقت المناسب، لما يطلع ويخرج من قلبك التعلق بيه، هيبسطك بيه ويسعدك بيه، لكن مش هيخلي قلبك متعلق بيه. كان الحصري بنته حكت كده، الشيخ الحصري كانت نفسها في خاتم ذهب، وقالت له انا يا بابا نفسي في الخاتم ده. فضل يأجله يأجله يأجله، يجي مناسبة ورا مناسبة ما بتلاقهوش يجيبه لها، وهو جايبه وعينه معاه، بس شايف بنته مغرمة بيه، مشتهياه، نفسها، كل اشتياقها وكل شهوتها طالعة نفسها في الخاتم ده. وفي يوم من الأيام هي داخلة كده، لقته حاطته لها على السرير، خدته بعد ما كان خلاص هو فقد عندها حب التعلق بالشيء ده، لبسته كده، كانت مبسوطة لكن ما كانتش بالشهوة واللهفة اللي كانت عندها قبل كده. وقال لها، قال لها خرجي من قلبك، اعلمها درس. وعرفت الدرس وتعلمته، وهي اللي حكت، قالت يعني هو كان بيعلمني اني ازهد الاشياء، ازهد التعلق باي شيء. الزهد ده بيعلمك كمان لما تزهد الدنيا، يعني بتشوف العربيات شويه حديد، وتشوف القصور شويه طوب وزلط، وتشوف الفلوس شويه ورق ملون، متبقاش حاسس ان دي حاجات بنسعى عشانها، بتبقى حاسس ان رضا ربنا هو الكنز الحقيقي، الراحة والسعادة في القناعة. ده حاجة حلوة قوي ربنا بيعلمها لنا، بيأدبنا، وكل ما ربنا يأدبك كل ما بتبقى سعيد. كمان ربنا بيعلمنا ان احنا ما نتعلقش بالمطلوب، ما تيجي تطلب حاجة من ربنا اطلبها وانت بتقوله يا رب انا نفسي في الحاجة الفلانية، ان شئت، ان وجدت فيها خير يا رب، ان وجدت فيه الخير يا رب قربولي، وان وجدت فيه الشر اسهبه، فجه خير وبركة، ما جاش يبقى خير وبركة. كمان حاجة خلصك من الحماقة والرغبات والشهوات اللي في الدنيا دي كلها، بيخلي قلبك متعلق بيه وبس. كمان الرضا، ربنا بيعلمنا الرضا والتسليم بكل اللي ربنا أمرنا بيه، كل اللي يجيبه ربنا كويس، توصل لمرحلة الرضا، أنا راضي يا رب، أنا راضي عن أي شيء. كمان الثقة في الله وإرادته وحكمته واختياره في الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي أنت تريد. خلي بالك من الحتة دي، خليك دايما واثق في الله. كمان بيعلمنا الرضا والتسليم بكل ما امر الله به، سلم سلم وانت مطمن. في مثال كده لزليخة لما حبت سيدنا يوسف، حبته حب العشق، تعلق قلبها بيه تعلق ما كانتش شايفه غيره في حياتها، فكانت طبعا جالها هوس وجنان، فقدت ملكها، فقدت فلوسها وكنوزها، فقدت بصرها، فقدت شاخت كده وهي بتلف وراه وحبته، يعني ذهب ملكها كله وهي دايره وراه بتعشقه.
فلما جت قابلته بعد مدة طويلة وهي عجوزة وفاقدة بصرها ومكشكشة وشكلها ما فيش بعد كده، وهو ايه بقى، حاكم مصر، حاكم مصر، وعرف طبعا قصتها وعرف سر عشقها وعرف ده كله. بس هي كانت في الاواخر ربنا بقى يعني ألهمها بالتعلق بيه، خلاها زاهدة كل شيء ومتعلقة بالله بس في الوقت ده، لدرجة ان هو لما سيدنا يوسف دعا ربنا من اجلها رجعها تاني لجمالها ونظرها، ورجع لها نظرها ورجعها صبية، عشان سيدنا يوسف اتجوزها بعد الزمن ده كله. سيدنا هي كانت شخت جدا، فسيدنا يوسف دعا لها فبقت ربنا معجزته على زليخة ان هو رجعها صبية تاني وجميلة وعينيها اتشافت. هي بقى ما كانش اقصى حاجة تفكر فيها انها بقى هترجع لمحبوبها ده وتعلقها بيه، ولا لا لا، ده قصة تانية خالص. ربنا أدبها وخلى قلبها مش متعلق غير بيه، ما طلبتش حاجة غير خلوة مع الله. قالت لهم عايزة أختلي بنفسي، لا همها الجمال ولا همها إنها رجعت ولا همها النظر، كانت خلاص وصلت لمرحلة الزهد من كل شيء، خرجت من قلبها الحماقات والشهوات والرغبات بتاعت الدنيا دي كلها ولذتها، وعرفت النور الحقيقي مع ربنا وعلقت قلبها بيه. طلبت خلوة، قعدت تدعي ربنا وتحمده، وعرفت ان النعمة دي اللي عليها دي هي ربنا. ربنا هو كن فيكون، ربنا هو الاساس في الحب، ربنا هو الاساس في العشق، ربنا هو الاساس في التعلق. وصلت للمرحلة دي، وبعد كده ربنا انعم عليها بمعجزة طبعا واتجوزت سيدنا يوسف. لما ربنا يأخر الدعاء، اعرف ان هو يعني هيهديك حاجة اكبر من اللي انت تتخيلها وتتمناها. خليك دايما مآمن بربنا وراضي ومسلم بكل وضع. كل واحد يتمنى حاجة ما حصلتش في حياته، يرضى ما يعلقش قلبه غير بربنا، ويعلم ان في تأخرها الخير، ولما ربنا هيراضينا بيها في الوقت المناسب لينا. تعالوا مع بعض بقى نشوف الحكمة اللي جاية دي، جميلة جميلة، كل حكمة فيها نور، كل حكمة فيها سر. شوفوا دي، تنوعي أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال. يعني الأعمال اللي ربنا، اللي هي العبادات اللي ربنا أمرنا بيها، اللي هي إيه؟ الصوم والصلاة والزكاة والحج، كل الحاجات اللي ربنا أمرنا بيها. طب ليه هي متنوعة كده؟ عشان كل حاجة ليها، لتنوع واردات الأحوال، كل حاجة لها وارد. يعني الصلاة لها نور معين، الزكاة لها لذة معينة، الصوم له راحة معينة، الحج له كشف أسرار وكشف أنوار. فكل عمل له وارد بيختلف ولذة بتختلف عن العمل التاني، فهي متنوعة. يعني انت بقى تخيل بقى انك بتصوم وتصلي وبتزكي وبتحج، انت بقى جايلك ايه؟ الواردات كتيرة كتيرة. فربنا ما يحرمناش ابدا يا رب من الاعمال ومن الواردات اللي على الاعمال. الحكمة بقى اللي بعدها جميلة ومريحة، وناس كتيرة مفتقدة المعنى ده. الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. يعني إيه؟ يعني العمل اللي هو اللي أنت بتعمله ده، نازل تصلي لابسة محترم، بتعملي كل بنعمل كل حاجة تقربنا من ربنا، يعني الناس بتزكي وبتصلي والناس شايفاك كويس، قايم بكل حاجة، يعني أعمالك كويسة، لكن هل العمل ده مظبوط؟ ممكن تأتي ربنا يوم القيامة بجبل أعمال وتنزل هباء، لأنها كلها مفتقدة. مفتقدة إيه بقى؟ سر وجود الإخلاص بها، النية، الضمير، الإخلاص. أهم شيء في العمل الإخلاص والنية. بمعنى الإزازة بتاعت المية مهمة جدا، بس المية أو اللبن أو العصير أهم. المعدة بتاعتنا مهمة جدا، هي مهمة كده بس بذاتها ولا ايه المهم؟ الطعام اللي هينزل يستفيد به الجسم. فبالتالي الاعمال هي صورة قائمة، صورة، انا شايفاك بتصلي، شايفاك لابسة محترم، شايفاك بتزكي، شايفاك بتقول كلام جميل، بس هل الاخلاص والنية السليمة السريرة اللي جواك، السريرة اللي جواك دي اللي ربنا يا رب ينور بصيرتنا كلنا ليها، هل في اخلاص؟ هل انا طالعه على القناه دي اقول وحكي وكده، هل في اخلاص؟ في نيه مخلصه؟ هل انت رايح تصلي قدام الناس رياء ولا مخلص عشان ربنا، بجري 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 عشان ربنا؟
هل انا لابسه المحترم ده عشان الناس تقول عليا ان انا متدينه وولادي متدينين واحنا اسره متدينه، ولا الاخلاص لربنا؟ الحكمه دي بقى بتخلينا ناخد بالنا كويس قوي، ما تعملش حاجه غير ونيتك خالصه لله. احنا عارفين كده ان النفس السويه في الاستقامه، والاستقامه هي الاخلاص والنيه السليمه. حكم جميله قوي وفيها سحر ونور بيقربنا لربنا. فاللي بيقرب من ربنا ده بيبقى قمه السعاده في القرب من ربنا. بتاخدنا نفسنا لمعاصي وبنروح ونيجي ونروح ونيجي، لكن احساس الراحه اللي بجد واحساس السعاده اللي بجد والله العظيم مش هنحسه غير بالقرب من ربنا. والقرب من ربنا مش زي ما قلنا كده في اخر حكمه، مش لبس ورياء وصلاه وعباده عشان ناس وعشان نسبه اخلاصنا للناس. الاخلاص لله والنيه السليمه لله، والدعاء نخلص مع ربنا ونرضى ونسلم. ربنا بيقدمنا عشان ايه؟ يربينا ويرقينا ويقربنا منه، ومفيش احسن من القرب من ربنا. يا رب يرزقنا الاخلاص والقناعه والرضا والتسليم والسعاده اللي في قربه. دايما هدفك ربنا وبس، ربنا وبس. امين يا رب العالمين. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا رب فيمن توليت. امين يا رب العالمين. مع السلامه.